كل حد زارها بيطلع عنده طاقة معنوية رهيبة، أو حياته بتختلف، أو حياته بتتقلب، إحنا مش عارفين بالظبط هي إيه قصتها. فخلينا نقول لها الأول يا حنان أنتي نورتينا. ربنا يخليكي يا حبيبتي. إيه حكايتك يا حنان؟ حكايتي عند ربنا، حكايتي حكاية. أنتي بجد أنا عايزة أعرف إيه حكايتك لو سمحتي من فضلك. بصي هقول لك حاجة، هي قصة كلها إن أنا لما دخلت المجال ده كل ما بخش كل ما بحب ربنا أكتر، وكل ما بقرب منه أكتر، وبالتالي بحب جزيئاته. يعني إيه؟ بحب أرواح الناس لأن هي جزيئات الله فينا، فبقيت أحسن لهذه الأرواح. فكل ما بأحسن لهذه الأرواح كل ما الناس تنور. فيعني هي النية بس اللي مختلفة عندي عن أي حد تاني. النية بالنسبة لي إن أنا أحسن لخلق الله ونعم بالله. إيه بقى موضوع الريكي؟ الطاقة بتعالجي بالطاقة؟ بتجيبي الطاقة دي منين؟ لا من الكون. أنت في مصر؟ لا حضرتك، ده كون ربنا موجود فيه طاقة على طول، طول الوقت فيه طاقة. أنت اللي بتختاري تاخدي الوحش ولا الحلو. يعني عندك اللي هو الميكروسكوب؟ نو خالص. بصي الايد دايما ايد ربنا خلق الايد بتروح تطبطب على الجسم لوحدها. لما ضرسك بيوجعك بتعملي كده، لما بيجيلك صداع بتعملي كده، لما بطنك بتوجعك بتعملي كده، لما بتخافي او بتقلقي بتعملي كده، فاهمه؟ لما بتتعصبي بتحطي ايدك في جيبك. فلازم الايد تلمس الجسم على طول، فدي طاقه ربنا. ربنا خلق ان الايد على طول بتروح تطبطب على الجسم. أوكي. خلاص. فلما الواحد متعصب لو عمل لنفسه كده هو بس هتلاقيه هدي، وهو مش واخد باله على فكره. وناس كتير قوي اتريقت عليا في الحته دي، قلت لهم طب جرب. وانا انا بعمل كده. انا بقولك بقول معلش هتلاقي نفسك هديتي. خلاص. فالراكي ما هي الا ان احنا بننقل طاقه ربنا من هنا للايد، فالايد بتبقى عامله زي العدسه. بنعمل تكنيكات معينه في جسم البراكتيشنر عشان يتقلب من بني ادم طبيعي لحد بيمارس الراكي. يعني الراكي ده انا هجيلك انت هتاخدي الطاقه تحطيها في ايدي؟ لا مش في، انا باخد الطاقه بحطها في المنطقه اللي تعبانه، لكن لو انت عايزه تبقي انت معالجه بنعمل تكنيك. يعني انا لو عندي مشكله في ظهري مشكله في ظهرك، بنبتدي احط ايدي على المنطقه بتاعه الظهر في بوابات طاقه معينه، فبحط ايدي فهتلاقي الحته بتسخن، او تلاقي الحته في حاجات بتمشي في جسمك. وحياه ربنا اللي هجيلك. وحياه ربنا. ولو جيت وما لقيتش الريك بتاعك ده عمل حاجه هطلع في الحلقه اللي بعديها اقول لهم بص يا جماعه حنان بتاعت المره اللي فاتت ما فيش اي طاقه ولا ريكي ولا ميكي ماوس ولا حاجه. وانا معاكي قدام الناس كلها اهو.